سؤال مما تعم به البلوى أيضا، الفرنشايز، الناس اللي بياخدوا فرنشايز لمحلات جزء من المنيو حرام، خنزير أو نحوه، يعملوا إيه؟ بالمناسبة أنا يعني عاصرت قصة في نيوجيرسي. ريو صالح أخذ فرنشايز لمطاعم بتعمل سندوتشات وايس كريم ونحوها، ومن ضمن المنيو البرج. والرويل بسهوله شال البرج، حط مكانه لحمه ابقار، والدنيا مشيت، والناس مستطعمه، ولا حد اشتكى ولا حد تأوى، والدنيا ماشيه. الى ان اكتشف هذا بعض الذين في قلوبهم مرض ومشاقة لله ورسوله، فكتب في شكوى للشركة. فقامت الدنيا ولم تقعد، وكأن معركة المصير دنت وآن لها الأوان، ودخل في حرب قانونية طويلة المدى مع الشركة. هو مش قد الشركة، شركة عندها أسطول من المحامين متفرغ لها. هو فعلا لتري حرفيا بذل، قد يكون بذل الملايين على المحامين فقط لإنقاذ الموقف، ولم يستطع أن يصل إلى حل في نهاية المطاف. وقال يا إخواننا السكري أنا بيتي اتخرب مع المحامين ومع الشركة، وخدوا مني المحلات وبهدلوا بيتي، لكن إن تكرر هذا المشهد مستقبلا إيه الحكم الشرعي فيه؟ فعرض هذا المشهد على مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، فالقرار كان التالي: فتح توكيلات محلات بيع الأطعمة التي تتضمن بعض المحرمات. أول فقرة بتقول: لا يجوز للمسلم ابتداء طلب فتح توكيلات لمحلات بيع الأطعمة التي تتضمن مبيعاتها أطعمة محرمة أو أشربة محرمة، إلا إذا اقتصر طلبه على التوكيل فيما يحل منها. طيب، إذا منعت نظم هذه الشركات منح توكيلاتها لبعض منتجاتها دون بعضها الآخر، قالوا هي بلك واحد، take it or leave it، ده شغلنا، ده البراند بتاعنا هو كده. فبقول لك إيه، إذا أمكن تولية هذه المنتجات المحرمة لشريك غير مسلم لا يتدين بحرمة هذه المنتجات، فلا يظهر ما يمنع من ذلك على أن يستقل غير المسلم بهذه المنتجات ملكا وإدارة، وأن يستقل بنتائجها غنما وغرما. وإن أمكن أن يحدث فصل حسي، يعني في شبكين مثلا يمكن الناس يدخلون على هذا الشباك لأخذ كذا، وعلى الشباك الثاني لأخذ كذا، ربما يكون فيه عسر تطبيق الجزء الأخير من هذا من تلك المواصفات. ثم قال: ومن دخل أوريدي في عقد وكالة لمحرمات يكون الغالب على مبيعاتها الحل، زي صاحبنا ده، هو موروث سلفا، مش لسه هيدخل، ده داخل من قبل وفي عقود موجودة والتزامات قانونية وكذا، مع اشتمالها على بيع أطعمة أو أشربة محرمة، فلا يظهر ما يمنع من استدامة عقد هذه الوكالة بالضوابط الآتية: أن لا يدخل في أنشطتها بيع الخمر، لأن أمر الخمر أغلظ من أمر الخنزير. الخمر لعن فيها عشرة، كل من اقترب منها، البائع والشاري والحامل حواليه والعاصر والمعتصر وأكثر منها، مشروع تحفه اللعنة من جميع الجوانب، ومدمن الخمر إن ما تلقي الله كعابد وثن. أن يبذل وسعه مع الشركة المالكة للترخيص في إعفائه من بيع المحرمات ما استطاع، يبقى بذل جهد، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. التقليل من بيع هذه المحرمات أو الترويج لها بقدر الاستطاعة، مش كل ما يطلع فلاير جديد ولا وشوش جديد عامل فوكس على إيه، على هذا الجزء المحرم. أن يولي غير المسلمين على مباشرة إعدادها وبيعها، أن يتخلص من الكسب المحرم الناتج من بيعها في أوجه البر، والله تعالى أعلاه.